جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير، حلقة أول الأسبوع. الحقيقة يوم كان مليء بالأحداث العظيمة، ويوم أثبت أن كل من له بصمة مش بيتناسى، وأنه التاريخ لا يذكر إلا العظماء، وأنه عظمة مصر الحقيقة مستمرة وهتفضل ليوم الدين. أجيال وراء أجيال بيستلهموا العزة والحضارة من أجدادهم علشان يرسموا بيها ملامح حاضرهم ومستقبلهم بالعمل فقط وبالالتزام، لأن كل اللي اشتغل واللي ساب بصمة مش بيتنسى أكيد، ومصر دايما ما بتنساش، وده اللي احنا شفناه ولو بعد آلاف السنين. برحب بيكوا تاني.